اللي بيحصل في سوق الذهب في مصر خارج كل قواعد السوق، واوعى تصدق حكايه العرض والطلب اللي بيقول عليها بتوع الصاغه واصحاب محلات الذهب، لان الذهب عالميا بيتراجع بشكل ملحوظ، واسعار المعدن النفيس بتنزل كل شويه عالميا في الوقت اللي بتزيد فيه عندنا في السوق المحلي من غير اي سبب منطقي وواضح. فيا ترى ايه اللي بيحصل، وهل الاسعار الفتره الجايه هتزيد ولا هتقل؟ هنعرف ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. بسبب اللي بيحصل في أمريكا ومع وجود إشارات قوية على اقتراب حل أزمة رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، سعر الذهب عالميا بدأ يحصل فيه تراجع ملحوظ، وسجل سعر الأونصة في أواخر تعاملات مستويات تقترب من 1950 دولار بعد ما كانت وصلت لحوالي 2080 دولار، لكنه فشل في كسر نقطة المقاومة دي وبدأ المؤشر في الهبوط مع ارتفاع ملحوظ في مؤشر الدولار. طيب ايه اللي حصل في مصر؟ في مصر ومع اعلان الحكومه سمح للمصريين في الخارج بدخول كميات كبيره من الذهب من غير جمارك ولا رسوم السوق، هدي والاسعار حصل فيها انهيار كبير جدا، وهبط سعر جرام 21 من 2850 لمستوى 2200 جنيه، يعني 650 جنيه تراجع في سعر الجرام الواحد. كان متوقع طبعا نزوله تاني اكتر من كده، لكن فجاه ومن غير مقدمات وبعد اغلاق سوق الذهب في ايام الاجازه الجمعه والسبت اللي فاتوا، التجار استغلوا الموقف ورفعوا الاسعار مره تانيه لغايه ما الجرام عدى 2500 جنيه، لكن رجع وتراجع تاني سعر الذهب لغايه ما وصلنا النهارده 2375 جنيه للجرام الواحد. يعني لو حسبتها حسبه بسيطه على السعر العالمي هتكتشف ان بتوع الصاغه مسعرين الدولار على اكتر من 44 جنيه، وده طبعا اعلى من سعر الدولار في السوق السوداء بكتير. طيب ايه اللي هيحصل الايام الجايه، وهل الاسعار نازله ولا طالعه؟ المفروض الايام الجايه السعر ينزل الموجود حاليا، لان الذهب عالميا متوقع يهبط ل 1800 دولار للاوقيه الواحده حال التوصل لحل ازمه الديون الامريكيه. كمان المفروض الايام الجايه هتبدا كميات كبيره من الذهب تدخل مصر مع المصريين اللي جايين من بره، ولازم نكون عارفين انه لغايه دلوقتي على ارض الواقع لسه ما فيش ذهب دخل من بره مصر للدوله. كمان السوق السوداء للدولار بتشهد تراجع كبير في سعر العمله الامريكيه، وده طبعا هيكون له تاثير على سعر الذهب، والاتجاه المفروض يكون هبوطي. طيب ليه بنقول المفروض؟ لان زي ما قلنا لحضراتكم في اول فيديو، اللي بيحصل في سوق الذهب اصلا مش طبيعي، وصعب جدا تخضعه لعمليات العقل والمنطق وقواعد السوق. كنت معاكم انا عبد المنعم ابراهيم، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.